كابتن عادل، الاجواء اللي هي قبل المباراه، الاجواء الاحتفاليه لعيبه النادي الاهلي، هل اثرت على اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ اكيد احنا اتكلمنا وقلنا ان حسم الدوري اثر على اداء النادي الاهلي النهارده. بالسلب ولا بالايجاب؟ لا بالسلب طبعا. اقول لك ليه، لانه المفترض انك انت خلاص نهيت، وكنت انت كنت عايز تنهي في مباراه الاتحاد وبعدين اجلت وبعدين اتنهت قبل ما تلعب المباراه، فانت كنت محمل قوي او بالمعنى الاصح محضر نفسك قوي ان انت تحسم المباراه مع مصر المقاصه النهارده. فلما حصل ان النادي الاهلي خد الدوري من المباراه، من مباراه الزمالك، فبدا النادي الاهلي يبقى فيه، او اللعيبه يبقى فيها عندهم شويه استهانه شويه. لكن اللي انا عايز اقوله لك ايه، خلاص الدوري انتهى وانت خدته، المفترض الاهداف الاسمى تعملها بقى في الوقت ده. يعني انا مش دعوه باداء النهارده المباراه، انا المباراه اللي جايه ماليش دعوه باداء، انا المباراه اللي جايه ليا دعوه بتحضيرها لمباراه الافريقيا. بمعنى انك انت عندك وقت دلوقتي تجهز اللي مش جاهز، هتلاعب مين في الماتش الوداد من دلوقتي انت تفكر. خلي بالك بدايه من مباراه النهارده الكلام اللي انت بتقوله ده. لا بص انا اقول لك حاجه، يمكن المباراه الاولى بعد الاحتفال ممكن تاخدك، لانك لسه ما فكرتش، لانك لسه حاسم امبارح بالليل. لكن انا بكلمك على الاستراتيجيه وقياس اللياقه البدنيه ما بين اللاعبين اللي عدم عندهم جاهزيه ولا ما عندهمش جاهزيه، مين اللي عاوز تلعبه في مباراه الوداد، مين اللي انت عايز تبدا بيه، ومين اللي عايز تخليه احتياطي، ومين اللي كل الاستراتيجيه دي، ومين اللي عندك بعيد عن اللعب. يعني انا شفت النهارده كهربا نزوله كان، انا مبسوط جدا برغم ان كهربا في الكوره جوه الملعب لسه بعيد شويه، لكن لما ياخد شوط النهارده افضل كتير قوي. كنت اتمنى انه كمان الناس اللي حطيتها في دماغه، واكيد استراتيجيه المباراه بتاعه الوداد، لانك انا شخصيا انا راجل مدرب، اول حاجه افكر فيها في الوقت الحالي انا اديت مهمه الدوري خلاص. حته الارقام القياسيه ومش الارقام القياسيه، الرقم القياسي في الوقت الحالي بطوله افريقيا. عشان كده انا اعد لبطوله افريقيا، فكل المباريات القادمه للنادي الاهلي فهي خدمه لمباراة الوداد. ده مهم جدا، دي واحد. اتنين، ومهمة جدا للغاية في الوقت الحالي، انك انت حاسم الدوري قبلها بسبع اسابيع، ممكن تجيب لعيبة بقى صغيرة كمان. بمعنى ايه؟ عندك عربي بدر وعندك كذا لعيب ممكن تديله علشان يعلى كمان مع تحضيرك لماتش الوداد. اي نعم دول مش هيلعبوا، ودول مش هيكونوا موجودين في المباراه بتاعت الوداد، انا ما بقولش يلعبوا، لكن بقول لك انت عندك سبع مباريات او ست مباريات في الوقت الحالي. ست مباريات وديه تعتبرهم وديه، حتى لو بالبناط في الدوري، لكن ست مباريات وديه قبل مرافات، قبل ماتش الوداد. انت عندك اهدافك للسنه القادمه كمان، للوقت اللي جاي، للقايمه بتاعت فرقتك، فانت عندك ست مباريات جميله جدا في وقت انت محتاج فيه تقيم فرقتك اللي هيتواجد معاك السنه اللي جايه. هتعمل اعداد للوداد، هتطلع لعيبه صغيره. بس اعتقد ده هيبقى في حدود مثلا اثنين لعيبه ثلاثه لعيبه اللي انت بتقوله ده. ما هو المفروض يا كابتن ايمن، انا بتكلم النادي الاهلي بطل. البطل ما بيغيرش كتير، علشان كده دايما الناس بتلوم على النادي الاهلي ان في لعيبه بتمشي وبعدين ترجع تاني. طب ما احنا عندنا قايمه، ما نقدرش. البطل دايما ما يقدرش يغير الا في حدود المعقول. اتنين تلاته لعيبه. حاجه تانيه عاوز اقولها لك، الدوري العام ما بياخدوش الا بطل زي النادي الاهلي. ليه؟ لان عنده استراتيجيه، وزي ما انا قلت في اول الاستوديو، يعني ايه بطوله اليوم الواحد دي للفرق؟ بطوله اليوم الواحد للفرق دي بتاعت المدرب وبتاعت يوم اللعيبه في يومها. لكن الدوري العام بتاع تنظيم واداره واستراتيجيه وفكر وحاجات كتير قوي، ده ما فيش الا في النادي الاهلي. حتى بطولات افريقيا، يعني احنا لعبنا على الفاينل، بقالنا بطولتين بنلعب على الفاينل وربنا ما اردش، او ثلاث سنين ربنا ما اردش ان انت تاخدها في الاخر. ولكن عايز اقول لك حاجه، دي مباراه، لكن انت الاستراتيجيه بتاعتك انت بتلعب لحد ما توصل لنهاية افريقيا. هو ده السنه دي اللي احنا هنتكلم فيه. بس احنا كان عندنا خطوره النهارده، انا شايفها في الحته الدفاعيه، في خطوره عليك في حته الوقفه، في حته التنظيم الدفاعي. انت هتلاعب فرق ممكن عندها لعيبه تعرف تجيب جون. يمكن النهارده المقصه من افضل فرق، وانا بحييهم فعلا، وفعلا هم محترفين ومحترمين طول الوقت، واللي هو محمد عبد السلام
محترم من ساعه ما انشات وليد هويدي والناس دي كلها من ساعه ما انشات المقصه وهي محترفين اولا، اخلاقياتهم عاليه، نادي كبير فعلا. ولكن في الاخر عاوز اقول لك ان النادي الاهلي خلاص الفرصه اللي جايه انت عاد عندك ثلاث اهداف امشي فيهم، الهدف الاسمى بطوله افريقيا، الاهداف الثانيه القايمه بتاعتك بتاعت السنه القادمه، والهدف الثالث انك انت تصعد لعيبه كويسه تبدا تديها شويه علشان يبقى انت نجحت نجاح كبير جدا السنه دي. وبعدين خلي بالك انت في كاس مصر كمان عندك، ايوه انت 30 متر صح. اه فانت لازم برضه في كاس مصر تبقى عندك اتزان شويه، انت مش معناها انك انت تغير المجموعه كلها، لا هي 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 محتاجه يا كابتن ايمن. ويمكن فايلر اعتقد انه لازم يفكر في التفكير ده، لازم يعمل اتزان ما بين اوقات اللعب ما بين اللعيبه، يعمل اتزان ما بين ان هو مين اللعيب اللي هيلعب معاه الوداد ويقدر يحضره من دلوقتي.